اعتقلت الشرطة الروسية 7 من نشطاء حركة تتار القرم في موسكو بعد مشاركتهم في اعتصام نظموه في الساحة الحمراء. رفع النشطاء خلال الاعتصام لافتات تدعو للاحتجاج على الطعن فيما يسمى بقضية حزب التحرير في مدينة بخشسراي بشبه جزيرة القرم المحتلة. قام عناصر الأمن الروسي بتفريق المعتصمين واحتجزوا 7 من الناشطين الذين نقلوا في سيارات تابعة للشرطة إلى مكان مجهول.